Comment on démontre deux droites parallèles Comment on démontre deux droites parallèles Premièrement, nous va considérer que je vais vous donner une forme de, 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 de Alors, atyper, 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 kyan, Dans la figure suivante,

بي تي هاودا برهانتون انيكو ساعتها شو بستنتج دونك لا دوه هاي رح د 1 وهاي رح اسميها 2 د1 1 باراليل ا دي 2 ليش لانه هاوده قام شو بقول له كوريسبوندو او اون لا فورم دي 2 دونك كوريسبوند تاني حالة إذا قدرت برهنت مثلا إيغريغ أو بي هيدا الأنكل إيغريغ أو بي إيغال أو بي رح سمي هاي إم إيغال أو بي إم أنا برهنت هيدي إيغو أو بدون ني إيغو دونك دي أن باراليل أ دو دو هاو دو كوم angle ألتارن كوم ألتارن أنتر يا yeah. إذا اثنين أنجل عندهم شكل الألتارن اثنين أنجل إيجو وعندهم شكل الألتارن أنتارن بيكونوا هود الدودروات باراليل وإذا اثنين أنجل إيجو وعندهم شكل الكورسبوندون بيكونوا هود باراليل هيدي إذا بدنا نبرهن دودروات باراليل <التصفيق> دو طيب كمان Qui que deux droites parallèles? Deux perpendiculaires. Deux perpendiculaires. A, une, même, troisième, sont parallèle entre elles. Qui que droite. Je vais et c'est juste D2 perpendiculaire à D1 ou D3 perpendiculaire à D1 et D2 perpendiculaire à D1 ou D3 perpendiculaire à D1. Alors D2 de parallèle ا دو تروا، هودي بنقول لهم دو باربوند كلار اون مام تروازيام، سون باراليل اونتر، إذا هايدي إذا بدي برهن كمان دو دروات بارال، تبى بالجيوميتريكي بدك تصير تشتغل أستاذ، يا، إذا إجي قال لك برهنوا دو دروات بارال، أنت هاودي ثلاث أفكار براسك، هل في دو زونجل اون لا فورم كورسبوندون؟ هل في دو زونجل اون لا فورم ألترن ألترن؟ أو هايدي القا دو دو باربوند كلار بارتي 4 انتبهوا في كثير اشياء لما برهن دو دروات بارال رح معنا بالتوالي اذا برهان دي 1 بارالال ا 2 و دي 1 بارالال ا 3 alors دي 2 بارالال ا 3 يعني اذا برهان دو دروات د2 و 3 بارالل على نفس الدروات يعني د2 بارالل علي د1 و 3 بارالل علي د1 فاذا د2 و 3 كيف بيكونوا بارالل طب هلا هون كيف ببرهن قلنا دو دروات لحديت لحد يتهل بعد في عندي اشياء كتير بتمرق كيف ببرهن دو دروات مثلا رح يمرق بعدين معي تيورام دو ميليو تيورام دو تاليس اللي بيخدوا السنه تيورام دو ميليو السنه الماضيه كله رح نحكي عنه نجي لا اهم افكار بال تريانجل دروات إذا بدك دروات بارتكوليار بالتريانجل انتبه لي شوي. لحنبلش أول شيء بالميديان. C'est une droite issue du sommet et coupe le côté opposé en son milieu. Bien, yeah. le médian, c'est quoi le médian On va parler de triangle. انتبه بقلب التريانكل هذا التريانكل الميديان للبيسي هو الخط اللي بينزل من الا وبيقطع البيسي بالميليو يعني اجباري بدو ينزل من السمي رح اول ميديان هي اول ميديان رح سميه هيدا آه. وهاي اي طيب الميديان للاسي هو اللي بيمرق بالاسي بنصها وبينزل من من البي رح نعتبر هيدا الميديان للاسي رح سمي هيدي جي الميديان للابي هو اللي بينزل من السي وبيمرق وبيقطع الابي اون سون ميليو رح سميها اه طب هود التروا اي مديان بسميها ريلاتيف ا ب سي انتبه كيف قلت مديان ريلاتيف ا ب سي البي حطيتها بسجمون لانه وقت بحكي عن مديان يعني بيقطع بالميليو يعني سيجمون محدد ب J, médiane relative à AC, CN, médiane relative à AB. Donc, how de do les trois médianes se coupent en J. شو بسمي هيدي البوان سنتر دو جرافيتي شو بسميها سنتر دو جرافيتي طيب اهم شغله بالسنتر دو جرافيتي استاذ ركزوا علي هيدي الجا اذا بتجي بتطلع على الميديان اي -E في قطعتين هو مقسوم اجي وجي هيدي قاعده بدك تحفظها بالمجه اذا اي -E. ميديان اي او جي سنتر دو غافيتي الو اي جي ايغال 2/3 اي كوم GI جي ايغال ان/3 اي هلا بعطي اكزامبل لتفهمها اكثر AG جي 2 gi Il y des propriétés très importantes dans le centre de gravité. AG égale 2GI. AG égale 2 sur 3AI. Ou GI égale 1 sur 3AI. Très important. Tot. qu'est-ce qu'il y a? Exemple il triangle ABC. Et j'ai ABC est un triangle quelconque. Atani est la médiane. Sama. ma AN. Où est le centre de? gravité. Où est le centre de gravité? Le G centre de gravité. gravité. Oui, il est AN, N médiane. Hein? À médiane relative. ا ب اذا اعطيني ال بتساوي 5 سنتيمتر لحالي بستنتج ال اور ايجال 2 sur 3 فوا AN يعني ايجال yani 2 sur 3 فوا 5 ايجال 10 sur 3 سنتيمتر الكبيره بتساوي ثلثين المديان جي ايجال 1 so, an. an so, an <|tr|> × 3 a n 1 × 3 a n 1 × 3 a n 1 × 3 انتبه الجي ان فاذا الصغيرة بتساوي تلت المديان 1 × 3 ان يعني 1 × 3 فوا 5 إيجال 5 3 سنتيمتر عمل مقارنة بين الـ أ ج ان شو رأيك مش هاي الـ وهيدي الـ جي ان نطلع فيه هون جي égale 2 fois Gn. L Ag égale 2 fois Gn. On doit donc se cette propriété de la médiane et centre de gravité. Si e, on a n médiane et un centre de gravité, Ag est 2Gn. On Ag égale 2 sur 3 An. Gn égale 1 sur 3 An. On va donc montrer que G est un centre de gravité. اذا كان عندك ان مديان و ج بتساوي ثلثين المديان يعني بتكون الجي سنتر دو جرافيتي كتير هاي مهمة ع قاعدة سنتر دو جرافيتي طيب نجي لل أورتو سونتر، طيب الأورتو سونتر شو معنات أورتو هو لو بوان دو رونكونتر دو تروا رح أرسم هيدا تريونجل أ بي سي، هيدا قدامي تريونجل أ بي سي، طيب بدي أعمل هوتار ريلاتيف أ بي سي، لك كيف بشتغل؟ معي هيدي المسطرة قدامي، بجيبها. بحط الزاوية 90 على البي ساوي بزيحها لتمرق تمرق بالا هذا اول هوتا ناخذها بلون ثاني هي اول هوتر على البي سي طيب ثاني هوتر بدي اياه على الاسي بحط المسطرة على الاسي زاوية 90 على الاسي خليها تكون دقيقة على الاسي الزاوية 90 بعدها مش دقيقة هلا صارت دقيقة بزيحة لتمرق تمرق بالبين تبي لك 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 وين صارت؟ طلعت لبرا اها فاذا شو مفروض انا هون علي اعمل تبات بتحطها على الاسي هون مفروض عليك تطول الاسي هاي طولناها الاسي ها تمام طولنا الاسي بخليها بزيحة لتمرق بالبي اجباري تكون دقيقة بعدها مش دقيقة معي هلا صارت دقيقة هيدا تاني هوتر انتبه هودي لك دو هوتر تقاطعوا بهيدي النقطة اجباري تالت هوتر يمرق بهاي النقطة مية بالمية طب تالت هوتر من ما عملت هوتر على الاسي وهوتر على البيسي تالت هوتر غصب بي اي يعني بده ينزل نسي ها انا رح ارسم اوصل هاي بهاي النقطة وصلت بهاي النقطة طول البي لشوف لازم تطلع بيربونديكولار هي الخط اللي رسمته على البي اه ها كلار ولا لا والله لا بيربونديكولار هيدا فاذا شو بسمي مطرح ما التقوا هود التلاتة هوتار شو بسمي اورتو سونت فاذا رح سمي اي هوتا ريلاتيف

orto sonter il ca orto